ठीक है आओ मेरे पास مع فضاءات السعادة سباق ابتداء من 10,000 درهم وكتهديكم كوزينة مجهزة مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نسولوا الناس كنعرفوا بأن التوتر وصل بين الحكومة وأرباب المخابز لمستوى غير مسبوق بحيث قررت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس المقبلين بحيث غتوقف المخابز عن العمل وغيتوقف إنتاج الخبز وكلنا كنعرفوا الأهمية اللي كتكتسيها مادة الخبز عندنا حنا كمغاربة لهذا خرجنا للشارع وبغينا نسولوا المغاربة واش فراسهم هاد الإضراب وشنية ردة الفعل ديالهم إذا تم تفعيله لهذا يلاه معايا نسولوا الناس فراستي ولكن أنا ضد هذاك الشيء حين تما إلا تزاد الخبز تولي له فوضى غتنوض صراحة لا داروا الإضراب الناس غادي يضروا ما يزيدوش في الخبز يزيدوا التجار ويزيدوا مساكن اللي كاين اللي عندو المنطقة ضعيفة ويزيدوا اللي عندو الوليدات وعاكي اللي ساكن في بيت عندو سبعة الأولاد وياكل خبزة كي يدير لها والخبز راه هو العصب ديال الحياة بالنسبة للمغاربة أنا إلا داروا هذا يضرب علاش غيديروا علاش الخبز غيزيدوا فيه شحال غيزيدوا فيه كاع 4 ريال 6 ريال واش غتاكل الناس غادي اش غندير انا ما نسد ما نحلش انا نسد انسان تيخرج لا تيخرج على حساب باش يفطر ويمشي خدمته ولا يقرا ولا كل واحد وشنو غادي يدير ردت الفعل ديالي بطبيعه الحال غادي نستنكر هذا العمل لان دابا حاليا دابا في المغرب كنشوفوا الجامع كيدير الاضرابات وصلوا حتى المستوى ان الاضراب اللي في الخبز مشكله كبيره هذه لان ما خصوش يكون اضراب على الخبز خصو يكون اضراب على الخدمه غيكون الاضراب على السكن غيكون الاضراب على تقشف على البطاله ما يكونش على الخبز وما غنموتوش بالجوع عادي جدا باش غنفطروا ناكلوا بيمو راه حشومه الزياده كل مره راه شي حاجه بزاف تقدر توالم الناس الاغنياء اما الفقراء اصحاب درب غلاف وما جا وراءهم الاحياء الشعبيه راه ما غاديش توالم الناس الفقراء اللي كياكل على الخبز حرفي كاين اللي ما ياكل لا بطاطا لا لحم لا والو كاين اللي ما كيشوفش غير على اللحم من سيمانه لسيمانه ها وين غادي يزيد يشري في الخبزه ب 30 ريال ماشي معقول اللي ما عندوش راه غيتعزم وعلاش غيكون هذا الاضراب كاع علاش غيديروا هذا يطالبوا بذوك الحقوق ديالهم ذوك اصحاب المخابز هما اللي غادي اسمو غادي يديروا الاضراب لا قبل الزياده راه زادوا فيه زادوا في السكر زادوا في اتاي راه زادوا فيه الخبز موجود اما لقينا ما نديروه نديروه رفيسه العاميه نجمعوه من الزنقه ونديروا به رفيسه العاميه شويه الحلبه وشويه الفول وحنا واكلين لا داعي للاضراب كيف ما شاهدتوا معايا مشاهدي الكرام كانت اذا هذه هي اراء الشارع المغربي حول الاضراب اللي غيتخاض في جميع المخابز في المغرب يومي الاربعاء والخميس بحيث لاحظنا ان معظم الاراء كانت ضد هذا القرار وبهذا كنوصلوا لنهايه عدد اليوم من سولوا الناس كنضربوا لكم موعد جديد في موضوع جديد من سولوا الناس على قناتكم شوف تيفي الى اللقاء